phone numbers like clothes. Why you can't answer me? Yeah. Why? Cause I got more. Yes, I blew my shawty from Florida to Hollywood. Got some gold, look big on me. Got some goals, it's a list on me. Yellow, I'm rich, I'm rockin' roll. Then the stroll playing tricks on me. The stones hitting different. You supposed to be with me. No, they from Tiffany. Keep my name out your mouth like some wisdom tea. You wonder why I am not there with you. My phone is so low. Why you not here with me? Can you break bread with me? Why you switch phone numbers like clothes? Why you can't answer me? Cause I got more. Why you not here with me? Can you break bread? I'm on a shawty from Miami. She been all about business as of late. I got rich so fast they want to break. Can't catch a break. And yes, I know you tired of hate. I'm tired of staring at your face. And if a tell a hate, we can go to. سيداتي نساتي سادتي، تحية خاصة لكم من مدينة برشلونة في مقاطعة كاتالونيا الإسبانية، مدينة الجمال والأحلام، وفي ملعب يمثل هذه المدينة. محدثكم فارس عوض، سأكون معكم في تغطية لهذا اللقاء من كابينة التعليق. واليوم نحن على موعد مع مباراة إياب دور 16 لهذه البطولة، حيث سيكون الفريق الكاتالوني برشلونة يواجه كلوب بروج. التعادل كان حاضر في مباراة الذهاب، يجعل هذه المواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات. من ينتصر يصعد، وأيضا قد نشاهد تدخل لقانون الهدف خارج الملعب لحسم هوية المتأهل. ولا مع تشكيلة فريق البارسا في مباراة اليوم، تير شتيغن في حراسة المرمى، جيرارد بيكي سيلعب بجواري صامويل أومتيتي في خط الدفاع، آرثر ميلو سيبدأ مع سيرجيو بوسكس في قلب الوسط، وفي الهجوم لدينا لويس سواريز. واضح على الشاشة تشكيلة الزوار في مباراة اليوم. فريق يستخدم طريقة 3-5-2 التقليدية في مباراة اليوم. برشلونة يبدأ المباراة. ينطلق يتقدم في هذه اللحظة، بيلعب بالكرة، كرة تخرج إلى ضربة ركنية بعد ما لمست الكرة اللاعب قبل ما تطلع خارج الملعب. بيرفعها في وسط المنطقة، أوهو حارس المرمى في الله، فرصة هدف الآن. يا رباه، المدافع يغطي مكان حارس المرمى ويخرج الكرة من على خط المرمى. ليونيل ميسي سيد اللاعبين، مر فيها، انطلق فيها، راح تصدي ممتاز من الحارس، يدافع عن المرمى بكل ما يمتلك من قوة. الله على هذه الإمكانيات، يفقد الاستحواذ. أرتور ميلو، فرانكي ديونغ، كانت فرصة في هذه اللحظات لكن ضيع الكرة. تمركز الجيد يساعد في قطع الكرة. رود فورمر، سيرجيو روبرتو، تقدم ممتاز باتجاه المرمى. عرضية تبحث عن ميسي، كرة عرضية الآن، مرت الكرة بدون خطورة تذكر. يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات، يستعيد الكرة بهذا التدخل. تحت الضغط الآن، وضعية اختلفت، أصبح الفريق المستحوذ وأصبح الفريق المسيطر على الكرة. يبعد الخطورة عن منطقته،
تقنية باتجاه المنطقة. حارس المرمى ينجح في التصدي، حقيقة لم يكن من المتوقع بأن تمر منه هذه الكرة. مدرب الآن يحاول بأن يدفع فريقه للمواصلة على هذا المنوال وعلى هذه الصورة حتى يسجل الفريق هدف تقدم. تمريرة سيئة تذهب للفريق الخصم، يبعد الخطورة. يحاول أن يتقدم في نصف ملعب الخصم. جيرارد بيكيه فرصة بتضيع والكرة بتعدي. تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. قراءة رائعة للكرة والدفاع في الوقت المناسب. ضغط كبير عليه. شوف التدافع للحصول على الكرة. فرصة خطيرة الآن. يجب أن تستغل. مميز جدا حارس المرمى، شوف التصدي، شوف الواحد على واحد، انظر كيف تعامل، كيف تصرف، اي مرونه، يبقي الكره بعيدا عن المرمى، والنتيجه كما هي بالتاكيد. بيلعب الكره الوسط، الحارس يبعد الكره عن مناطق الخطر، امكانيه للعب كره عرضيه. قطع ممتاز للكره قبل ان تصل الخصم. وضع فرصة لوضع الكرة في الشباك. القوة ليست كل شيء، شوف كرة تخرج بهذا الشكل بعيدة جدا عن المرمى. رود فورمر قد تتسبب هذه في مشاكل لدفاعات الخصم. بإمكان إرسال كرة عرضية خطيرة الآن. يستخلص الكرة، فرصة كبيرة للتسجيل. ضاعت الكرة من بوسكيتس الآن. ليونيل ميسي، ملعوبة الكرة من ليونيل ميسي. الله على البينية. كرة خطرة للويس سواريز، وهدف الاطمئنان يأتي في هذه اللحظات، هدف ضمان التأهل، هدف العبور للدور القادم. بهذا الهدف تقدم على هذا التقدم فيما تبقى من وقت، فإن هذا سيعني حسم الأمور لصالحهم. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. كرة بتقطع بعد عمل جيد حقيقة. مساحة موجودة على طرف الملعب. تمرير وفرصة متاحة للتسجيل. ليونيل ميسي. تمريرة غير دقيقة تذهب للمنافس. عثمان ديمبلي، مهارة جميلة، كعب عالي، كعب عالي. ليونيل ميسي، تدخل بشكل سليم. شوف استخلاص الكرة في اللقطة السابقة. فرصة الآن أرتور ميلو. الله على الكرة بينية من سواريز الآن. هجمة بتضيع بدون أي خطورة. كرة بشكل جميل. هدف جاء بعد مجهود كبير، ضغط عالي ومنظم، فريق يتحرك ككتلة واحدة، تكتيك رائع. هدف يأتي ليكلل المجهود بالنسبة للفريق بالنجاح. بعد هذا الهدف يصبحون في المقدمة، يتقدمون في لقاء الذهاب والإياب.
الحسم سيكون من نصيبهم إن حافظوا على هذه النتيجة. سعادة كبيرة على وجه المدرب اللي يشاهد الآن اللاعبين يسيطرون على مجريات المباراة بالطول والعرض. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. كرة مقطوعة بعد تمريرة سيئة. الشوط الأول ينتهي بهدفين نظيفين. تتواصل المباراة مع ضربة البداية للشوط الثاني. كيف راح يتصرف فيها؟ كرة هدف في هذه اللحظات، كرة بتعدي بجنب المرمى بدون أي مشاكل. المنافس يسيطر على الكرة، تدخل بشكل سليم، خلص الكرة، يستعيد الآن. تضييق الخناق على بيكيه. برشلونة وفريق مر فيها، انطلق فيها، راح ممكن فيها فرصة، بيلعبها. أوه هذه كلمته، وعلى الجميع الاستماع، وعلى الجميع الاستماع. الآن سيبحثون عن هدف آخر يقربهم من بطاقة العبور بأفضلية الهدف في خارج الأرض. الحمل كان كبير على حارس المرمى، شفنا كيف تصدى لكرة وأخرى، لكن في النهاية الكرة عرفت طريقها إلى الشباك. النتيجة الآن 2-1 والكرة تعود إلى منتصف الملعب. المرمى لكن ما زالت خطيرة. تدخل جميل من اللاعب، تصويبة رائعة، تصدي خيالي من حارس المرمى. كانت تسديدة قوية من مسافة بعيدة، لكن الحارس كان صاحي، نجح في إبعاد الخطورة. تسديدة صاروخية قوية من بعيد، لكن الحارس يقوم بردة فعل أسطورية. فرانكي ديونغ يقطع الكرة في مكان خطير. سامويل أومتيتي، تدخل سليم، افتكاك سليم للكرة، يستخلص الكرة وينهي المحاولة. فرصة عرضية إلى منطقة الجزاء، نزول غير مدروس في منطقة الجزاء، والكرة في المرمى. برشلونة يعزز تقدمه بهدفين الآن بهذه الكرة. بهذا الهدف تقدموا في مجموع اللي تبقى من وقت، فإن هذا سيعني حسم الأمور لصالحهم. فرحة القلب تجعل الوجه سعيداً كما هو واضح الآن على وجه هذا المدرب، اللي تنعكس أيضاً مجريات هذه المباراة وسيطرة فريقه وتقدمه في النتيجة. النتيجة الآن 3 أهداف لهدف، هدفين يفصلان بين الفريقين. يحاول أن يشكل خطورة، يفتح اللعب على الطرف، قد تكون هذه الفرصة، فرصة للعب كرة بعرض الملعب، كرة سهلة بيلتقطها الحارس. بدون خطأ يحصل على الكرة في منطقته. تدخل ناجح والكرة بتتحول إلى رمي التماس.
والآن مع التغيير دور البديل لضخ دماء جديدة في صفوف الفريق وربما أيضا لتكتيك مختلف من جانب المدرب في أرضية الملعب. أرتورو فيدال، سامويل أومتيتي هنا في مكان خطير، سامويل أومتيتي، الله، كرة في المرمى بعد أن اصطدمت القائم. ها هم يتقدمون بهذا الهدف في مجموع المباراتين، أصبح الطرف الغالب والمتفوق في هذه المواجهة. سنشاهد إن كان بإمكان الحفاظ على هذا التقدم. النتيجة الآن رباعية مقابل هدف، ثلاثة أهداف تفصل بين الفريقين. مدرب الفريق الضيف على وشك أن يقوم بالتبديل في هذه اللحظات. فقدوا الكرة، ربع ساعة تفصلنا عن نهاية اللقاء. تماس الفريق الخصم، تغيير الآن في صفوف الفريق. الآن مع هذا التبديل راح نشاهد تغيير مختلف، تكتيك داخل أرضية الملعب، دماء جديدة، حيوية، نشاط أكثر من جانب المدرب. إيدير بالانتا، بتروح الكرة للخصم فاناكن، عنده الإمكانية هنا، كرة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. تبديل الآن في تشكيلة الفريق، الآن هي محاولة تقدر تقول لضخ دماء جديدة في أرضية الملعب. نشاهد الاستفادة من دكة البدلاء، محاولة لإيجاد حل بورقة رابحة من جانب المدرب. الآن 10 دقائق فقط تفصل عن نهاية المباراة. عند الفرصة في هذه اللحظات، كرة على الطرف، البحث عن كرة عرضية. ديمبلي، الدفاع يقطع الطريق، يتصدى للتصويبة. كيف راح يتصرف فيها؟ بوسكيتس، فرانكي ديونغ، كان ممكن أفضل بكثير في اللقطة الماضية. يا الله، الكرة تعود للعب الآن من ضربة مرمى. قدم كل ما لديه، الآن المدرب يقرر تغييره. حالة من الرضا عن أدائه ومستواه في مباراة اليوم وعن ما قدمه في أرضية الملعب. عثمان ديمبلي، لويس سواريز، جوردي ألبا، يتوغل لقلب الملعب، تسديده من بعيد، شوف تعامل حارس المرمى بكل أريحية. يترك المدافع خلفه، يتقدم فيها إلى الأمام، تسلل موجود في هذه اللقطة. 3 دقائق كوقت إضافي. دي يونغ، سواريز يتقدم باتجاه المرمى، كرة بعيدة عن الجميع بعد هذا التدخل. يطلق الحكم صافرا نهاية المباراة مشاهدينا لكي يؤكد تفوقهم وتأهلهم إلى الدور القادم في البطولة. نجحوا في الاختبار بامتياز، تأهلوا باستحقاق، نتيجة إجمالية كبيرة، أداء قوي، سيطرة، أهداف، قوة، تحكم، كل عبارات الإشادة استحقوها بعد ما قدموه، ومتحمس لمشاهدتهم في الدور المقبل.
ليونيل ميسي، ملعوبة الكرة من ليونيل ميسي، الله على البينية، كرة خطرة للويس سواريز، وهدف الاطمئنان يأتي في هذه اللحظات، هدف ضمان التأهل، هدف العبور للدور. هجمة بتضيع بدون أي خطورة، كرة بشكل جميل، هدف جاء بعد مجهود كبير، ضغط عالي ومنظم، فريق يتحرك ككتلة. ممكن فيها فرصة، بيلعبها، أوه هذه كلمته، وعلى الجميع الاستماع. تدخل جميل من اللاعب، تسويبة رائعة، تصدي خيالي من حارس المرمى، كانت تسديدة قوية من مسافة بعيدة، فرصة عرضية إلى منطقة الجزاء، نزول غير مدروس في منطقة الجزاء، والكرة في المرمى، برشلونة يعزز تقدمه بهدفين الآن بهذه الكرة. هنا في مكان خطير، صامويل أومتيتي، الله، كرة في المرمى بعد أن اصطدمت القائم. We'll be right back.